الحمد لله يا ربي، كله توفيق من عند ربي. الماتش هذا والبونتو اللي ماركيتو نهديه لخويا عزيز القاسمي، اليوم توفيت ترى فيه الله يرحمه وان شاء الله في الجنه. نحكيه اليوم على كاركتير نتاع جروب والسوليداريتي، الحمد لله كانت حاضره اليوم. ميريت للجروب كامله من الجارديان حتى اللاتاكون اللي قاعدين على البنك اليوم، كان لون تامبي برشا. الحمد لله يا ربي ماركيت بونتو العاده، فرحت كالعاده مع جيش النادي الافريقي، محليه الفرحه مع الجمهور. حمد جيش النادي الافريقي. اي والله يعني قلت لك انا ما نسميه الجمهور، سميه جيش، خاطر يقف معاك في الشده، يقف معاك في الفرح، تلقاه في الاوقات الكل، تلقاه في الخساره، تلقاه في الربح، تلقاه في النيول، على ذاك نسميه جيش النادي الافريقي. حمدي سوي ماركيت بالطرق الكل، كنت سيزو بالراس كل شيء، اليوم يظهر لي البونتو من نوع اخر، شفنا عديت لي ديفونسور الكل، وحتى جيست تكنيك الخرانيه اللي عملتها باش حطيت البونتو يظهر لي غاغمون شفناه. ديما نرجع خويا، دي انا انسان ديما نرجع التوفيق من عند ربي. مركز سوا ماركيت سيزو، كسوا ماركيت بالراس، كسوا ماركيت تير، راني خدمت عليها في لونترينمون وعاودتها 1000 مره و2000 مره، على ذاك بيجتني سهله في الماتش خويا. ديما التوفيق من عند ربي والحمد لله. والله تنجم تكون اليوم النادي الافريقي ولا مورا جدي على البطوله، كل ماتش عنا كوب وان شاء الله ديما 3 بوان ان شاء الله. يعني قلت لك ديما راني نحكي على جمهور الكلوب، نحكي على جيش، ديما في الربح معانا، ديما في الخساره معانا، ديما في كل شيء معانا. تشوف اليوم ضرب من الدقيقه الاولى الدقيقه ال 90، ربي فضلونا اخويا. اي برشا تعب هذيك، هاي الريتم نتاع ماتشات لازم يكون واحد ليجين دو في نتاعهم ريجل، وان شاء الله قدم افضل ان شاء الله. اي واحد اول حاجه ديما يخدم على روحه في الايكيب، ديما واحد الحلم نتاعو انه يمشي كيب ناسيونال ويشرف الرياضه التونسيه. ان شاء الله الاستاج الجاي نكون معاهم، ان شاء الله يعيط لي، وان شاء الله القدم افضل.